ثلاث نقاط في التوقيت الحالي. انا كنت هطلع احلل الماتش وخلاص، وكنا هنكتفي بهذا الايه القدر، انما في عندي حاجتين مهمين جدا مش هينفع ان انا ما اقولهمش او ان انا ما استعرضهمش. موضوع الاولاني هو صفا الاستاذ احمد سعيد النهائي على حسب كلامه على تويتر الى دولة الامارات. احمد سعيد كاتب على تويتر قايل: من وقت ما قررت اعيش في الامارات وسافرت حسيت اني تعب السنين ما راحش، هذا اسبوع كامل مش عارف احط ايدي في جيبي من الاهلوية والاماراتية، احاسب على حاجة، ترحاب كبير وتقدير اكبر، تركت بلدي لبلدي والحمد لله على كل شيء، لم اكن اتخيل ابدا ان ابتعد عن مصر او الاهلي، اهم حاجة يكونوا مبسوطين. فواحد كاتب له تحت في التعليقات: ترجع بالسلامة يا نجم ان شاء الله. رادد عليه قال له: لا، سفر بلا عودة، سفر بلا عودة. تمام؟ تمام. ده الموضوع الاولاني اللي ما كانش ينفع ان انا اسيبه. الموضوع التاني بقى بيان طبعا الاخ مرتضى منصور، اللي مش هينفع برضو ان هو يساب كده. البيان بتاع مرتضى منصور مش هينفع ان هو يساب كده. اصدر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، هو مش مستشار، هو مرتضى منصور او الاستاذ منصور المحامي او المدعو مرتضى منصور، هو ليس مستشار، ليس مستشار. فعلى كل الجهات الصحفية من فضل حضراتكم لو سمحتم تحاول دقة في الالقاب. يعني انا ينفع يتقال لي دكتور؟ ينفع يتقال لي يا باشمهندس؟ ما ينفعش لا يتقال لي دكتور ولا يتقال لي يا باشمهندس. انا امال كابتن، لقبك كابتن او خلاص بس كده، او تامر عبد الحميد لوحدها من غير اي القاب. ما ينفعش تقول لي مثلا يا دكتور، ما ينفعش تقول لي يا باشمهندس، ما ينفعش تقول لي مثلا يا معالي السفير او يا معالي الوزير، ما ينفعش. ليه؟ لان انا مش دول، انا كابتن. هو مش مستشار، جاب مستشار دي منين؟ ده في حكم بيقول كده، ده في حكم بيقول كده. هو اسمه الاستاذ مرتضى احمد محمد منصور ابو العلا المحامي، بس بس هو ده التايتل بس. النائب دي مؤقته، هيمشي من البرلمان خلاص. رئيس مجلس اداره نادي الزمالك مؤقته، هيمشي خلاص. لو هو اسمه ايه؟ هو ده كده، ده كده. فلو سمحتم من فضلكم الناس الصحفيين والاعلاميين يتحروا الدقة وما يدولوش لا هو ولا لغيره بالمناسبة، يعني لقب مش بتاعه. ماشي؟ بيان صحفي اكد خلاله، نضحك بقى شوية، عايزين بقى نضحك شوية من فضل حضراتكم لو سمحتم، عشان الكلام اللي جاي ده يعني ضحك للضحك للضحك. ماشي يا شعبولة؟ انت فين يا شعبولة؟ انت كنت غطسان ليه من بعد ماتش الزمالك يا شعبولة؟ تعال لي يا حبيبي هنا، تعال تعال في حضن عم، تعال لي هنا محمد بكري. تمام؟ تعال لي يلا. بص يا بيه، نضحك بقى شويه. اصدر مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الاستاذ مرتضى بيان صحفي اكد خلاله. ماشي يا شعبولة حبيبي، ده انت والله اللي حبيبي، تعال لي تعال. اكد خلاله انه من منطلق حرص الدوله على استقرار المناخ الرياضي، فقد اعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. انت مالك بمال الدوله؟ انت مدخل الدوله ليه بجمله مفيده؟ يعني الدوله ما عينتكش متحدث باسمها. ماشي؟ ماشي. ف طبعا يعني اداره نادي الزمالك من داخل ايه؟ من فقد اعلن المستشار برضه مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك من داخل مجلس النواب استعداده لرأب الصدع بين الناديين الكبيرين. خلاص كده الراجل اعلن جوه مجلس النواب استعداده لرأب الصدع بين الناديين. ماشي ولا مش ماشي؟ ده الهدف المعلن. الناديين الكبيرين حرصا منه على ألا تحدث فتنة كروية بين أكبر ناديين في مصر وأفريقيا هما الزمالك والأهلي. يبقى
الهدف ان ما تحدثش فتنه كرويه ورقب الصدع ما بين الايه الناديين. اسلام رزق بيقول لي جاب ورا، لا مش كده، افهم يا اسلام افهم، لا لسه مش صح اللي انت بتقوله ده. يبقى هنا العنوان اهو، عايز يبقى في رقب صدع وعايز ما يحصلش فتنه كرويه ما بين الناديين الكبيرين، ماشي؟ ده اللي قاله، ده اللي هو عاوزه. هيعمل الكلام ده ازاي بقى؟ بل يحارب عليها اعداء الوطن من الجماعه الارهابيه واعلامهم الهارب في قطر وتركيا. يبقى اللي بيحارب على الفتنه مين؟ الجماعه الارهابيه واعلامهم الهارب في قطر وايه؟ وتركيا. هو ملوش دعوه بالقصه خالص. هو غلبان، طيب، مسكين، طيوب، لعيبه ما بتطلعش من بق، كيوت، حتى بص له كده تلاقي كيوت، ابيضاني وعينيه خضرا وشعر ابيض، وجهه ملائكي لذيذ، لا في عيبه بتطلع من بقه خالص، لا بيغلط في حد لا سمح الله، لا بي 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 بيشتم حد لا سمح الله، مفيش قطف اعراض. جمهور النادي الاهلي ده فوق دماغه، كابتن محمود الخطيب ده على طول بيشيد بيه وشايله على كفوف الراحه، يعني بصراحه حاجه يعني تدرس فعلا. نكمل. فلقد اكد رئيس الزمالك في الجلسه العنانيه انه سيترجم هذه الخطوه بارسال دعوه للسيد محمود الخطيب واعضاء مجلس ادارته لحضور احتفاليه كبرى داخل نادي الزمالك لافتتاح 9 مشروعات رياضيه. هنتكلم عليها برضه. بالاضافه الى مسجد باسم طبيب الغلابه الدكتور محمد مشاري. اضاف البيان انه بالامس وبناء على تعليمات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، توجه القائم باعمال مدير العلاقات العامه بالنادي ومعاه 2 من الموظفين الى مقر النادي الاهلي بالجزيره لتسليم بطاقات الدعوة للسيد محمود الخطيب ومجلس إدارته، إلا أن أمن النادي رفض دخولهم بحجة أنهم سيستأذنون مسبقا من الكابتن الخطيب ومدير عام النادي، مدير عام النادي اللي هو محمد مرجان، ماشي؟ وبعد أن تركوهم على بوابة النادي لمدة تزيد على ساعة، أخبروهم أن يحضروا اليوم الأربع، وبالفعل توجه وفد نادي الزمالك اليوم إلى مقر النادي الأهلي للمرة الثانية. وبعد ان تركوهم ايضا لمده تزيد عن ساعه ونصف على البوابه، صدرت التعليمات لامن النادي بطردهم وقاموا بسبهم ورفضوا استلام بطاقات الدعوه. وبناء على ذلك فان مجلس اداره نادي الزمالك يستنكر هذا الموقف من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ويؤكد ان الخطيب ومجلسه يصرون على احداث فتنه بين جماهير الناديين الكبيرين، وان اي خطوه في اتجاه لم الشمل من اجل وطننا مصر تقابل من محمود الخطيب اما ببلاغات وهمية أو فيديوهات مفبركة أو بيانات تسيء لنادي الزمالك ومجلس إدارته. وأكد البيان أن طرد مندوبي نادي الزمالك على مدار يومين ورفض استلامهم بطاقات الدعوة، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك يشهد مصر كلها الأهلوية قبل الزملكاوية أن نادي الزمالك عندما يمد يده لمجلس إدارة النادي الأهلي ليس عن ضعف، ولكن احتراما لمؤسسات الدولة لتحقيق وخلق مناخ رياضي صحي ومحترم من أجل استقرار وطننا الغالي مصر. مبدئيا المناديب اللي راحت دي مناديبك انت مش مناديب نادي الزمالك، ما تدخلنيش نادي الزمالك في جمله مفيده، ادي رقم واحد. ليه؟ انت طلعت اللي قلت كده في مجلس النواب، انت عضو مجلس نواب، نادي الزمالك مش عضو مجلس نواب، فما تدخلنيش نادي الزمالك في جمله مفيده، ادي رقم واحد. معنى ان مندوب نادي الزمالك يروح لغايه باب النادي الاهلي ويتم زي ما انت بتقول على حسب كلامك ايه دي، انا نادي الزمالك انت اللي بتشعل الفتنه من جديد وبتاججها وبتاجج مشاعر جمهور نادي الزمالك بمواقف عدائيه مع اداره النادي الاهلي. ده اللي بيحصل في البيان، ده اللي انا شايفه، ده اللي انا قاريه. ليه العقل كده؟ النهارده انا ماسك اي واحد كل يوم عمال اشتمه وعمال اسبه وعمال اخوض في عرضه وعمال اتهمه وعمال اتريق عليه وعمال 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 وعمال. عايز اسيب كل ده وبعد كده اقول له طب تعالى بدعوه افتتح لي منشآت عندي في النادي كلها مخالفات اصلا.
يعني الجامع اللي انت هتفتحه ده ماشي، ده طالع له كم من المخالفات من محافظة الجيزة وطلعت لكم المخالفات ده، لا ده له رسومات هندسية ولا له ترخيص ولا له موافقة ولا له أي حاجة خالص، ده مخالف للقانون أصلا أصلا. أنت بتضحك على مين؟ إسلام رزق بيقول لي قول للسادة دي يا كابتن، أنت بتضحك على مين؟ وأنت بتضحك على الجمهور؟ بتضحك على الأهلاوية؟ ولا بتضحك على الزملكاوية؟ عيب. أنت لو فعلا عاوز ترقب الصدع، أول حاجة لازم تعملها إن أنت تقدم اعتذار لجمهور النادي الأهلي اللي أنت غلطت فيه على مدار السنين اللي فاتت دي كلها. أه طبعًا. طبعا جمهور النادي الاهلي اللي انت ثبتهم، فيديوهاتك موجوده، الكلام مش من عندي، الكلام ده موجود بالفيديوهات، وهاجمتهم وشتمتهم وعملت فيهم البدع على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو عايز ترقب الصدع فعلا تقدم اعتذار للاعراض اللي انت خضت فيها في حق كابتن محمود الخطيب وفي حق مجلس اداره النادي الاهلي وفي حق محمد مرجان المدير التنفيذي اللي انت بتقول الـ الناس وبتاع وراح وقال لك طب نستأذن، طب بتهزر، انت عاوز تبقى مقطعني، اذا كنت انت عاوز تبقى مقطعني ومشرحني وخيط في عرضي وشاتمني، طب بلاش دي، بلاش دي، طيب بلاش دي. عايز ترقب الصدع، ده انت لسه مقدم فينا بلاغات تخابر، ده انت الخطيب ده لسه مقدم فيه بلاغات تخابر، ده انت لسه متهمه بالتخابر، ازاي تبقى متهمه بالتخابر وبتبعت له مناديب بدعوات عشان يجي يفتتح حاجات في نادي الزمالك؟ انت بتضحك على مين؟ انت يعني هو احنا عقولنا هايفه قوي كده؟ هو احنا هبل قوي كده؟ عايز افهم يعني تتكلم في ايه؟ عايز ترقب الصدع، تنازل عن البلاغات بتاعت التخابر اللي انت عاملها دي، واحد قدم اعتذارات للناس بعد ما يقبلوها، تبقى تعمل كده، تبقى في خطوات الاول بعد الجاب الكبير جدا ده علشان تعمل كده. انما هو طبعا الليلة الجيم الفيلم التمثيلية المسرحية الموقف سموها زي ما تسموها، ان هو قال لك ايه، انا عاوز احرج الراجل ده وعاوز اعمل شو وعاوز اعمل موضوع وعاوز أأجج المشاعر شوية، تعمل إيه؟ قول له تعالى اتغدى عندي، لسه مبهدله ومقطع له هدومه ومتخانق معاه وشده من شعره وعامل فيه البدع، وبعد كده تقول له طب ما تيجي تتغدى عندي، مين هيقبل كده؟ مين في الدنيا، في الدنيا، في العالم، في الكون هيقبل حاجة زي كده؟ طبعا هذا الكلام حق يراد به باطل، هذا الكلام حق يراد به ايه، باطل. والدعوة دي والبيان ده ما هو الا عبارة عن خطوة اخرى من خطوات ابو احمد في سبيل تأجيج المشاعر وفي سبيل عمل الفتنة. اه طبعا هتقول لي عمل الفتنة ازاي؟ هقول لك عمل الفتنة ان انا النهاردة كراجل زملكاوي عادي بقى كده من الشارع، الابعاد بتاعت الموقف دي انا مش لاممها، لما اسمع النهاردة ان المناديب بتاعت نادي الزمالك راحت تعزم الخطيب ومجلس الادارة ان يوم يجوا والتانيين رفضوهم ووقفوهم على الباب بالسعادة وطردوهم وسبوهم زي ما هو كاتب في البيان بتاعه، انا رد فعلي ايه كزملكاوي؟ رد فعلي ايه؟
هيج وميج وثور لكرامتي وثور لكرامة الفرقة النادي وثور لكرامة الشعب وثور لكرامة الكلام ده. نادي الزمالك ليس له علاقة بالليلة دي لا من قريب ولا من بعيد. المناديب اللي انت بعتهم في كل جملة مفيدة ليه؟ انت متحامي في نادي الزمالك وجمهوره ليه؟ هو انت مش قادر تواجه معاركك لوحدك كده؟ ما تتعلم يا اخي من الرجاله اللي بتواجه معاركها لوحدها، ما احنا واقفين بنواجه معركتنا معاك لوحدينا. لا احنا متحابين بحصانه، ولا احنا متحابين ببلد، ولا احنا متحابين باعضاء نادي، ولا احنا متحابين بجمهور نادي، ولا احنا متحابين بمنصب. ما توريني كده رجولتك يا داكر يا اسد، طلع نفسك بره مجلس الشعب، وطلع نفسك بره مسؤوليتك عن مجلس اداره نادي الزمالك، وتعالى كده واجه راجل لراجل، مش هقول لك تواجهني انا، واجه اصغر واحد من الشعب المصري قدامك. شوف هتعمل معاه ايه؟ ولا هتقدر تعمل معاه ولا تقول له تلت التلاته كام؟